خصو ضروري رئيس الحكومة الإسرائيلية وعقد وغادي يطالب واحد المدة طويلة. شنو قلت لك؟ حنا نعملوا عملية بيع. البيع ماشي بتلاهم حنا اللي طالبين بيعنا. لا اليوم باغي يتفكوا منا ويعطوها لنا. لأن حنا قلنا لهم خلوها عندكم ويصلحوها. دابا هما باغيين يعطوها لنا على أساس أنها غير تكون مثلا تما رمزي. يمكن يعملوا درها من الميترو يمكن يعملوا تما غيكون رمزي. وتكون عملية بيع. وهي كتسهل عليهم وكتدوز على السفر هنايا مثلا في المغرب.